السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. أيتها الأشواق الضامئة إلى ينابيع النور، أطلقي حمائمك اللهفة ينابيع النور. قصة الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز. ينابيع النور مسلسل يومي، إعداد أحمد شريف الرفاعي، تقديم بدر كريم، بطولة أمين قطان، مريم الغامدي، إخراج أحمد شوقي. قدم أحد المصريين يقاضيني أنا، ومطلوب منك يا أمير المؤمنين أن تقف أمام القاضي بن كعب خصما لأحد رعاياك. مزاحم، ما الخبر؟ الخبر عند القاضي وعند خصمك المصري. أحد رعاياي يقاضيني. حسنا يا مزاحم، إني من هذه الأمة وما أنا إلا أحد أفرادها. هات أمر القاضي بن كعب بمثولي بين يديه. لأول مرة في التاريخ أسمع بهذا، الخليفة يمثل أمام القضاء مدعا عليه. بل هذا هو العدل يا يزيد، لابد أن يكون القضاء أمرا مقدسا فوق الملك. تلك بدعة يا مزاحم، أن يمثل الخلفاء أمام رعاياهم، فأين هيبة الخلافة؟ ألا ترى معي أن عمر قد أضاعها بمثل هذا الصنيع؟ بدعة والله إنها لبدعة. صدقت يا يزيد، أصبح العدل بدعة في دنيا كلها ظلم وجور. قل أيها المصري مظلمتك من أمير المؤمنين. لست هنا أمام القضاء أميرا للمؤمنين، أنا هنا عمر بن عبد العزيز ليس إلا. فليكن، وليكون المصري مظلمته منك يا عمر. إن أبا هذا الرجل عبد العزيز بن مروان قد اغتصب أرضا لي إبان ولايته على مصر. أين هذه الأرض التي تدعي أنها أرضك؟ في حلوان يا سيد القاضي. وكيف انتزعت ولماذا؟ كان والد هذا الرجل المدعو عبد العزيز بن مروان واليا على مصر، وقد أشاد في حلوان الكثير من الضيع والقصور، وحدث أن شاد قصره المبارك لا بارك الله فيه بمحاذاة أرضي، وأراد أن يجعل حول القصر حديقة غناء، فأمر عبيده بإلحاق أرضي بقصري وجردني منها بغير تعويض. وكيف سكت طوال هذه السنين؟ وكيف لي أن أقاضي والي مصر عبد العزيز بن مروان يا سيد القاضي؟ إنني لو فعلت ذلك لرماني الناس بالجنون، ولا آمنوا أن تطير رأسي من بين كتفي إن أنا حاججت الوالي. أهات ما لديك من حجج وبينات وسجلات تثبت أن الأرض الواقعة بإزاء قصر المبارك في حلوان إنما هي أرضك. هك سجلاتي يا سيد القاضي، وهي تثبت صحة ما أقول، فأنصفني من والد هذا الرجل الذي غبنني وظلمني وأكل حقي بالباطل، لا رحمة الله عليه ولا غفرانه. ويحك يا رجل، أتشتم أبي؟ أتشتم أبي أيها الرجل؟ وأجدادك أيضا، ألستم آل أمية من أرسيتم قوائم الظلم، وأصبحت دولتكم دولة عار وشنار وجور وعدوان؟ خذ يا عمر خذ، هذه هي الرعية التي تروم لها العدل، إنهم يقاضونك ويلعنون أباك وأجدادك. ويحك يا رجل، أأنا خصمك حتى تسمعني هذا الكلام؟ ما أنت إلا سليل ذلك الجبار الذي سام مصر سوء العذاب، وها قد آن الأوان لتبرهن أنك عادل ولست بسلطان جائر يا عمر، وإلا فما أنت إلا متظاهر بالورع والزهد لكي تموه على الناس. حسبك يا رجل حسبك، نازعني منازعة كريمة ولا تشتم عرضي. رد لي ضيعتي. الحجج تثبت أن هذه الأرض الواقعة في حلوان لهذا الرجل يا عمر، فما قولك؟ أجل، ما قولك يا ابن الظالمين؟ صح أيها المصري، لا تشتم، فأنت أمام القضاء ولا يحق لك أن تتلفظ بسوء. لقد رددت هذه الأرض إلى بيت المال
فيما رددت من ضياع وقصور وأراض أورثنيها أبي. إذن فالأرض التي هي ملحقة بقصر مبارك ليست لك يا أمر، إنها للمصري، ولذلك فإن حكمي أن تنتزع من بيت المال وتعود إليه بموجب الحجج التي بين يديه. وإني أنزل عند حكم القضاء يا سيدي القاضي. منذ الآن تتخذ الإجراءات اللازمة لتعود الأرض إلى صاحبها. إني طوع حكم القضاء يا سيدي القاضي، وسأفعل غدا إن شاء الله. مهلا يا سيدي القاضي، كيف تعود الأرض إلي وقد كانت غلتها مجتباة من والد هذا الرجل؟ لقد أخذنا من غلة هذه الأرض بقدر ما أنفقنا عليها 1000 درهم. سننظر في السجلات، فإذا كان الأمر كما ذكرت وأنفقتم على الأرض بقدر غلتها، عادت الأرض وما غلت من أرباح إلى صاحبها. كان موقف عمر في هذه القضية مشجعا للناس على مقاضاة من ظلموهم من علية القوم في الماضي. أكثر من هذا، لم يغب عن عمر أن الرعية تهاب أن تشكو ولاتها، وذلك لأمرين اثنين: إما خوفا منهم أو رهبة السفر ومشقة الطريق. ونادى المنادي: أيما وارد ورد في أمر يصلح الله به خاصة الناس وعامتهم فله ما بين 100 و300 دينار. وعجت دمشق بالشاكين، وعدل عمر من القرار أو ضيقه في أضيق الحدود، فنادى مناد في صلاة الجمعة على لسان عمر: أيها الناس، إني أنساكم هنا وأذكركم في بلادكم، فلا يتجشمن أحد مشقة السفر، فمن أصابته مظلمة فالعدل في بلاده، اللهم إلا أن يشكو عاملا ظلمه. لابد أن أكلم عمر في الأمر، لابد أن أكلمه، لقد ضاقت بنا عيشتنا يا عمتاه. ذلك حق لك معلوم يا ابنة أخي، فأرغميه أن يوسع لكم في النفقة، وإلا فهجر البيت حتى يعرف قدرك. يا إلهي يا إلهي، أختلف مع عمر وأنا التي لم تختلف معه مرة واحدة؟ أيمكن أن يقع بيننا خلاف بعد هذا العمر الذي قضيناه؟ ولم لا، الحق معك وبجانبك، أليس عمر عادلا؟ إذن فأولى به أن يعدل بين أهل بيته قبل أن يعدل بين الناس. ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا فاطمة؟ بل يجب أن تسمعه يا عمر، آن لك أن تسمعه. فاطمة، أترفعين صوتك؟ كنت على الدوام خافضة صوتي، خافضة جناح الذل لك، ولكنك جرت علينا يا عمر، جرت علينا حتى لقد أصبحنا كأننا فقراء. هذه نغمة جديدة أسمعها منك. جهلت قدري يا عمر، جهلت قدري يا عمر، إنني امرأة لو شاءت أن تجتمع لها الدنيا لاجتمعت، حفيدة خليفة وبنت خليفة وأخت خلفاء، أصبحت عندك اليوم فقيرة كالفقراء. فاطمة، غدا لنا لقاء مع ينابيع النور، قصة الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز، أحمد شريف الرفاعي، بدر كريم، أحمد شوقي.